الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مولج الليل في النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. والصلاة والسلام على النبي المختار، من أنبت الله له شجرة ليلة الغار، ونسج العنكبوت له سترا من الكفار، وبرك البعير بين يديه وبه استجار. الصلاة والسلام عليك يا أصفى الأصفياء يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا بهج الضياء يا أحمد، الصلاة والسلام على المظلل بالغمامة، الصلاة والسلام على المشفع في القيامة. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. فرحة بنعمة، وأنشودة بحب، وإطعام لوجه الله، ولقاءات على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان في الأرض فرحون مستبشرون في ظلال مصاعبهم وثقل همومهم، يبتسمون في وجه الأحزان عند ذكر ميلاد سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. وها نحن الأردنيون اليوم في أمن بلادنا وسلم ربوعنا، نستشعر وجع الأمة وألم معاناتها، ونشاركهم فرحتهم بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنقول لكل الدنيا: نحبك يا رسول الله. قلوها معي بلا خجل ولا وجل، بلا كلل ولا ملل: نحبك يا رسول الله، نحبك يا حبيب الله، نحبك يا نبي الله. هو نور دنيانا والمرشد إلى سعادة أخرانا، نحب طلعته، نعشق سيرته، نتبرك بآثاره، نتوسل بمقامه عند ربه. هو الذي وصف نفسه فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لواء الحمد بيدي، ما من نبي آدم فمن سواه من الأنبياء إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. يا هذه الدنيا، يا هذه الدنيا أصيخي واسمعي، إنا بغير محمد لا نقتدي. إنا بغير محمد لا نقتدي، لا بشرق لا بغرب لا بأي كافر ولا ملحد. نعم، إننا أمة سيد الناس وأعز الخلق، صاحب الحوض الأكبر ونهر الكوثر، له اللواء المرفوع والقول المسموع، وأكثر، إنه نهج جمعيتكم، جمعية الثقافة العربية الإسلامية.
هذا نهض جمعية الثقافة العربية الإسلامية في حبك يا رسول الله. أنت المعلم، أنت إمام الهدى المستقيم على طاعة الله، وأنت براء من المعتد المتطرف على عباد الله، ونحن براء مما أنت منه بريء. نحب ما تحب، ونحب من تحب، نحب آل بيتك كرامة لقدركم ومعرفة بأقدارهم عند الله، نحب أصحابك كما أحببتهم ونفضلهم كما فضلتهم، نحب أتباعك وأهل بيتك وأتباع أصحابك حتى يأتينا اليقين بإذن الله تبارك وتعالى. هو نهج الثقافة العربية الإسلامية، هو درس شيخها العالم العلامة الحبر الفهامة الولي النقي العارف بالله المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الحبشي العبدري رحمات الله عليه. العقيدة أشعرية، والمذهب شافعي، والطريقة صوفية، والمنهج محمدي، والحصاد الآلاف من أبناء هذا الوطن الذين التفوا حول صوت الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. وإننا موقنون يا رسول الله أننا بدينك أقوى وباتباعك أعلى، وأن أمتك لن تهزم وإن وجعت، ولن يقصم ظهرها وإن جرحت، فالقرآن أعز نورا من أن يطويه أراذل التاريخ، والنور المحمدي أجلى من أن تطمسه زمر السفاحين، وجمعيتنا أرفع من أن ينال من أسسها معاول الحاسدين، وما النصر إلا من عند الله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة والأخوات، إن انتماءنا للدين يؤكد علينا حب بلادنا وتمسكنا بأرضنا، وأن نكون درع أهلنا وأجيالنا بالإرشاد إلى حقيقة الشرع الحنيف في مواجهة التطرف الذي يولد على بساط الجهل، ويترعرع في ميدان الفوضى، ويشتد ويقوى في متاهات التكفير الأعمى بغير علم ولا بصيرة. وفي هذا المقام، في هذه الذكرى العظيمة الغالية على كل مسلم، باسمي وباسمكم